وينضم معنا من بغداد أبو فنار، أحد ناشطي تظاهرات 25 شباط. أهلا ومرحبا بك أبو فنار. بداية، هل تعتقد أن ذات الظروف التي أطلقت تظاهرات 25 من شباط واعتصامات المحافظات الست ومن ثم تظاهرات البصرة العنيفة في عام 2018 ما زالت قائمة إلى الآن ولم يطرأ عليها أي تغيير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لقناة الرافدين، الصوت الوطني المعبر عن تطلعات الشعب العراقي. حياك الله أخي العزيز. الظروف اليوم تدهورت نحو الأسوأ. نعم. بمقارنة بسيطة مع أرقام ومعدلات الفقر ومعدلات البطالة وأعداد الأرامل والأيتام، نجد هناك ارتفاعا كبيرا في هذه الأرقام الآن بالمقارنة مع الأعوام الماضية، وهذا يدلل على أن الانهيار في العراق مستمر، فضلا عن دخول عوامل جديده منها زياده سطوه الميليشيات والاحزاب، حتى وصل بها الحال ان تكون دوله عميقه كما يصطلح تسميته. وهذا واضح من خلال اذرعها الاقتصاديه بكل المدن العراقيه، ناهيك عن التدمير الممنهج للاقتصاد العراقي وامن البلد الغذائي من خلال استهداف الثروه السمكيه او ما يحصل الان من عمليات حرق ممنهجه للمحاصيل الزراعيه. هذه العوامل التي استجدت بالاضافه الى بقاء العوامل السابقه بدون حلول، ونقصد هنا مشكلة الكهرباء وانعدام الخدمات، حتما ستدفع العراقيين إلى البحث عن حلول جذرية للتخلص من هذا الواقع. طيب، يعني على الرغم من حالة السخط الشعبي التي ترجمت إلى حركات شعبية ناقمة في الأعوام 2011-2012 و2018، إلا أن الحكومة حتى الآن تتعامل معها باستخفاف وعدم اكتراث. يعني هل يتوقع أن تبقى هذه الحركات الشعبية بطابع سلمي في ظل حالة الانهيار والانحطاط العام الموجودة في العراق؟ أخي العزيز، الحراك الشعبي حاجة طبيعية، وهو ردة فعل لما يواجهه في الناس من ظلم واضطهاد، وحتما مع زيادة الظلم وحالة اليأس بعد 16 عام من الوعود الكاذبة وفشل حلول السلمية، حتما سيلجأ الشباب العراقي للتصعيد. طبعا لعل حرق مقرات الاحزاب وحرق مقرات الميليشيات وحتى حرق قنصليه طهران في البصره غير دليل على حجم السقط الموجود، وهذا يؤشر ويدلل على ان القادم ربما سيكون اكثر شده وقسوه على الاحزاب واكثر وقعا مما شهدناه في العام الماضي. طيب، هل ترى ان التظاهرات القادمه اذا ما انطلقت وفق بعض التقديرات انها لن تكون ذات طبيعه مناطقيه او جهويه، بل ستكون تظاهرات شعبية عامة في ظل نفس المعاناة العامة في العراق؟ نعم، التظاهرات الشعبية لم تكن مناطقية في أسوأ ظروفها، بل كانت في كل مرة تعبر عن حالة عامة، ولعل شعارات البحث عن وطن اللي رفعت في العام الماضي ورفعها العراقيون خير دليل على ذلك. وهنا نستذكر ما حصل في 25 شباط عام 2011 عندما توحدت مطالب الناس في عموم العراق، ناهيك عن مقاطعة نحو 80% من العراقيين للانتخابات الأخيرة، وهذه أيضا حالة تستحق أن نقف عندها لأنها عبرت كذلك عن هدف واحد اشترك فيه الجميع. وعليه الرأي القائل أن تظاهرات تعبر عن تطلعات عامة الناس هو رأي طائر، وهذا واقع الحال، لكن التظاهرات التي خرجت يعني كلها كانت متمحورة على هذا الشيء. علما أخي الكريم، التظاهرات مستمرة ولم تتوقف لكي تعود. بالأمس كانت هناك تظاهرة حاشدة أمام مجلس محافظة البصرة، اليوم مظاهرة حاشدة الساعة 9 صباحا في قضاء الحمزة الشرقي في الديوانية، إذن هي مستمرة ولم تتوقف. هذه الحركات الشعبية المتوقع أن تتفجر ثانية، هل لها حظوظ من النجاح في إحداث أي تغيير في المعادلة السياسية بالعراق على غرار ما حصل في السودان؟ يعني لابد أن نفصل الحالة العراقية عن الحالات الأخرى في الأقطار العربية بخصوصية المشهد العراقي المعقد. المشهد العراقي تتداخل فيه كثير من العوامل والظروف المؤثرة سواء إقليمية أو دولية، لأن واقع الحال يقول أن العملية السياسية التي ترعاها أمريكا وإيران في العراق تعبر عن توافق بين هاتين القوتين، وهي قوتي احتلال بطبيعة الحال. لذلك يصعب بوجود هذه القوتين إحداث تغيير ملموس بالسرعة التي شهدناها ببعض الأقطار الأخرى مثل السودان. لكن مع هذا، الحراك في العراق يجبر القوى المتحكمة إيران وأمريكا في المشهد العراقي إلى إعادة حسابهم في كل مرة يتجدد في هذا الحراك، سواء في 25 شباط أو غيرها. لذلك أتوقع أنه التغيير لن يكون ملموس مثل ما شاهدناه في السودان وغيرها. نعم، أحد ناشطي تظاهرات 25 من شباط أبو فنار، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.